السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. مرحبا بكم في تتبع إبداع التطريز مع مريم. كنت أتمنى إن شاء الله أن هذا الفيديو هذا يلقاكم بأحسن الأحوال وبصحة جيدة. اللهم إنا نسألك بحق نبيك الحبيب أن ترفع عنا هذا الوباء يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. إذا في الأول دائما كنرحب بالمشتركات الجديدات اللي يلا اشتركوا في القناة ديالي، وكنشكر دائما المتتبعات الغاليات يعني المشتركات اللي دائما معايا هذه تقريبا 3 سنوات على الدعم ديالهم والتشجيع ديالهم والتعاليق ديالهم. وكنرحب بالمشتركات الجديدات إن شاء الله، واللي مازال ما اشتركت في القناة ديالي تشترك في القناة باش دائما يوصلها جديد فيديوهاتي في مجال التطريز. إذا هذا الرسمة هذه اللي غنطرزو اليوم غنطرزوها بالشكل ديال يعني كل واحد واش كيسميها التخراج المشبك، يعني على الشكل على حسب الصورة اللي شفتو في الأول ديال الفيديو. إذا نمشيو مع الخدمة إن شاء الله ونشوفوا الطريقة باش غادي نخدمو هاد الشكل البسيط ديال الوردة. ما اول حاجه غادي نديروها غادي نتراسي هاد الوردة هادي على الشكل ديال القلم كما شفتو في الرسمه من الاول. كان ضروري ما نطراسيو واحد البلايص هادو. من بعد غادي نجي نخدم هنا الكوايه، غادي نحاول ما امكن نضرب غير الداخل ديال هاد الثوب هذا. غادي نبقى نخدم شويه بشويه، يعني غادي نقي الورده هي الاولى. اذا هاد التشنيف هذا الاغلبيه كيطلبوا ليه هو فعلا صعيب بالماكينه هكا ديال الرباطين بالتقطاع ديال المقص ولا الخدمه ديال الكوردون هي اللي كتجي فيه، هو باش معروف بزاف، ولكن نحاول ما امكن نطبقوه بهاد الماكينه هذه نشوفوا واش غيصدق لينا مزيان او لا. لا من بعد ما كنديروا الكوبايه كنكويو كاع الفراغات اللي خصهم يكونوا، غادي نهز الفيزلين غادي نديرو من التحت باش ملي غادي يجيني الطرز ما يجينيش مابقاش غادي ندير الفيزلين من التحت هكا باش نكمل الورده ديالي كامله. دابا اول حاجه غادي نبدا بهاد البلايص هادو نعمرهم. باش كيجي نقي ما كتكونش فيه هاد الحرقه هذه ديال الكوايه ما كتكونش فيه نهائيا.
بهذه الطريقه هذه كيتعطل شويه، ولكن دائما الحاجه باش تكون لينا متقونه وتكون نقيه ضروري اننا ما نصبروا. اذا غادي ندير هذا العريش الثاني. دير كيما كتشوفوا هنا، مجرد انا كيتقطع كيتحيد لينا الفيزلين كيبقى الخيط يتقطع. البلاصه اللي تقطع لينا فيها الفيزلين حاولوا ما امكن نزيدوا فيه الفيزلين، لان ما كيبغيش يشد في الثوب هذا السقلم، كيبغيش يشد في الثوب. اذا غادي نكمل الخدمه ديالي هنا كما قلت لكم، الا تقطع عليك وتحيد الفيزين نزيدو. هذا كيجي بزاف اللي بغا ديرو هكا في قميص، اولا باغي ديرو في الخدمه ديال لي زور. الا جاب الله جربتيه وما كيتقطعش ليك، يعني تخدمي بلا فيزلين وما كيتقطعش ليك الخيط، خدمي. الا انا هنا كيتقطع ضروري. هنا خدمته برشمه غليظه باش يبان لكم الشكل ديالو. لانه فعلا هو نيت اصلا تيكون الخدمه ديالو الغرده ديالو كتكون كبيره بزاف ما كتكونش صغيره. اذا هنا غادي نخدم هادو هما الاولين. من بعد هنا غادي نخدم الدورة الخارجية ديال الوردة.
هاد الوردة غنعمرها بالاخطفاء من الداخل كامل، وغادي نخلي هاد المركز هذا، ولكن حتى نقرب المركز من بعد غادي ندير ليه الكوايه باش تكون ليا هاد البلاصه هادي دائره خاويه. غادي نشيل هاد المركز ديال الوردة، غادي ندير ليه الكوباية. باش يجيني هاد المركز خاوي. ما كيبغيش يشد لينا على البلاصه ملي كتكون خاويه، ما كيبغيش يشد لينا فيها. ضروري نزيد الفيزلين في الوسط باش نكمل يعني. هانتوما كتجي المركز ديال كيجي نقي. اذا ان شاء الله نكمل هاد الورده هادي، ونشوفكم في اخر الفيديو باش تشوفوا الشكل النهائي ديال الطرزه. اذا هذه هي الورده ديالنا ملي كملناها، غادي نقيوها من الفيزلين. اولا غادي نبدا ننقي من جميع الزوائد ديال السوجي وديال الفيزلين باش نشوفو الشكل ديالو النهائي. وغادي تشوفوه نقي، ما فيه حرقه ديال الكوايه، ما فيه حتى حاجه، واخا صعيب شويه يعني كيبغي شويه ديال الخاطر، ولكن دائما كنقولها لكم الخدمه المتقونه كتبغي شويه ديال الصبر، ضروري من الصبر. هنا هاد البلايص هادو، هنا هاد البلايص هادو، هاد البلايص هادو ديال هاد الفيزلين هذا، غادي نقيهم كاملين. يعني هاد تيولي بحال القاعات يعني دغيا كيتقطع. اذا نقيه ان شاء الله وتشوفوا الشكل ديالو النهائي. فيه بحال هادو تيكونوا بزاف في المفارش خصوصا تجهيز ديال العرايس، ولا حتى انا دابا هذيك خدمتها كبيره باش تبان لكم في التصوير مزيان، يعني ممكن نخدموها صغيره والداخل ديالها من بعد ما نقينا الفيزلين
وهذا اذا كنتمنى ان هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم ويستافدوا منه البنات ان شاء الله. اذا ان شاء الله غادي يكونوا فيديوهات اخرى على هذا النوع هذا باشكال يعني وبرشمات ان شاء الله يكونوا سهلين عليكم باش تخدموهم. هذا راه ما يحتاج تقنيه كثيره، الاساس يعني ممكن هذه الورده هذه تعمروها بالخصفه او لا تبقى هكا خاويه غير بالثوب. اذا كنتمنى ان شاء الله ان هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم ولنا لقاء في فيديو اخر ان شاء الله.